يوميات حاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في يوميات حاج. الحج هو أعظم الأعمال عند الله، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وفرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة. ومعنى الحج في اللغة هو القصد، أي قصد الكعبة وهي البيت الحرام. أما عن شروط وجوب الحج فأولها الإسلام، فإنه لا يجب الحج إلا على المسلم البالغ العاقل ومن استطاع إليه سبيلا. والمقصود بالاستطاعة القدرة الجسدية والمالية. وأما عن فضل الحج فهو من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. أما الحج المبرور فليس له ثواب إلا الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كما أن الحج المبرور سببا لغفران الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن أفضل الأعمال المستحبة في شهر ذي الحجة الصيام، فعلى المسلم أن يصوم 9 ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامها. وكما روي في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. وحجا مبرورا وسعيا مشكورا. في أمان الله. يوميات حاج.